أهلا بكم أعزائي المشاهدين من موجز الرياضي، يأتيكم من قناة الجامعة ونبدأه بالعناوين. في أخبارنا العالمية والمحلية، بعثة غانا تصل إلى الإسكندرية لمواجهة مصر. تونس تفوز على ليبيا بهدف واحد وتتصدر المجموعة مؤقتا. البرازيل تسحق الأرجنتين بثلاثية نظيفة وتتصدر جدول التصفيات. وصلت بعثة المنتخب الغاني للأراضي المصرية قادمة من دولة الإمارات، حيث خاضت معسكر الإعداد، وستقام المباراة غدا الأحد في تمام الساعة 6 بملعب برج العرب ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018. استضاف المنتخب الليبي شقيقه التونسي على ملعب عمر حمادي بالجزائر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في ليبيا. واستطاع المنتخب التونسي انتزاع 3 نقاط بفضل لاعبه وهب الخزي الذي أحرز الهدف من ركلة جزاء، وبهذا يرتقي المنتخب التونسي لصدارة المجموعة الأولى منتظرا ما سيحدث في مباراة غينيا والكونغو الديمقراطية. فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني بملعب مينيروا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 ب3 أهداف مقابل لا شيء، أحرز الأهداف كل من كوتينيو ونيمار وباولينيو. وتصدرت البرازيل جدول التصفيات ب24 نقطة، متفوقة على منتخب الأوروغواي. أعزائي المشاهدين، هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موجزنا الرياضي. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.